سلام و من این ویدیو رو گرفتم که بهتون بگم سفیه ترک و سفیه رسمی من هستش. بالشعر طفل فأين اليوم مفتاح وهل يدين لشعر البين إفصاح الشعر صعب إذا حل المصاب بنا حال دون سماء الصحو أتراح الحزن عم بحور الشعر فامتنعت حتى تقيم حدادا ليس ينزاح أمسيت في ظلم الأحزان موجعة لا الليل ليل ولا الإصباح إصباح أماه يا أملا كنا نلاطفه حتى تحل بنا في العمر أفراح كنت الرحيق ونحن النحل نطلبه والشهد في جنبات البيت فواح كنت الضياء لدار رحيم نوروزي هستم. خوشحالم که از این طریق با شما دارم ارتباط میگیرم. من مدت‌ها در من ذا سيطفئها والبين قد داح أماه غبت فصار السوق مختزلا وأين بعدك في الأسواق أرباح أماه غبت وأمر الله يحكمنا ولن ينوح على الأقدار نواح سلام، من الان پشت صحنه سالن ناظرزاده هستم توی ایران شهر. اینجا ساعت 7:30 تئاتر توسلاری اجرا میشه که ناز حبیبی، امیرحسین رستمی، نازنین بیاتی إن الحياة بحار العمر نقطعها فالبيت فلك لنا والأم ملاح من ذا يطيق فراق الأم إن رحلت أو من يضيء لنا إن غاب مصباح لن يستطيع وفاء الأم مجتهد لن يبلغ البر طول العمر مداح رباه إن فراق الأم يحرقني البين في ضرم والشوق ضحضاح أنت الملاذ لنا في كل نازلة تأتي على قدر في الناس تجتاح أنت الرحيم وأنت البر يا أملي أجبر قلوبا بذكر الله ترتاح أجبر قلوبا بذكر الله ترتاح سلام، سید حسین جعفری هستم. تنها صفحه بنده توی اینستاگرام اسمش هست سید حسین جعفری آندرلاین و بقیه صفحات تقلب. ممنون. یا هم بالشعر طفل فأين اليوم مفتاح وهل يدين لشعر البين إفصاح الشعر صعب سلام به همه عزیزای دلم، شبتون خوش، امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه. من این ویدیو رو گرفتم که
که بهتون بگم این صفحه تگ و صفحه رسمی من هست. أماه يا أملا كنا نلاطفه حتى تحل بنا في العمر أفراح كنت الرحيق ونحن النحل نطلبه والشهد في جنبات البيت فواح كنت الضياء لدار أنت ربتها والدار من بعد رب الدار أشباح أنت الحنان وأنت الأنس يا أسفا على زمان مضى يبكيه صياح أماه إن دموع العين محرقة من ذا سيطفئها والبين قد أماه غبت فصار السوق مختزلا وأين بعدك في الأسواق أرباح أماه غبت وأمر الله يحكمنا ولن ينوح على الأقدار نواح الله ألهمنا صبرا على قدر سبحان منشئنا والله فتاح من ذاق جرح فراق الأم إذ رحلت فهو النزيف وما للجرح جراح إن الحياة بحار العمر نقطعها البيت فل كلنا والام ملاح من ذا سلام علیکم سلام علیکم شما رو خوش اومدید. من این ویدیو رو میخوام بهتون بگم که این سبک تحقیقی رسمی من هستش.